بعد الاستجابة الواسعة لدعوات الإضراب العام في بغداد وجنوب ووسط العراق والتي تسببت بشلل واضح في الجامعات والمدارس وعدد من الدوائر الحكومية، إضافة إلى قطع للطرق والجسور، تدخل التظاهرات ما يمكن اعتباره مرحلة جديدة من التصعيد، ما يدفع السلطة إلى إعادة البحث في الخيارات المتاحة أمامها. صار 16 سنة أسانة صار الشايب وكل شيء ما شايف من الحكومة. اجيت من 94 وانا طفل من السقوط لحد الان كل شيء ما شايف، كل شيء ما شايف الله وكلك من الحكومة. هاي التيك تيك واشتغل على باب الله شغلة حرة، انا بيدي لا شايف شيء من الحكومة، لا فد اعمار، لا بس ملتهين بالبوق وياخذون بحق العالم والرشاوى والفساد الاداري. على الرغم من تقديم الرئاسات الثلاث حزم إصلاحية، إلا أن المتظاهرين لا يزالوا مصرين على تغيير الحكومة والبرلمان وإجراء انتخابات تحت إشراف أممي وإنشاء محكمة علنية للنظر في جميع جرائم الفساد والانتهاكات التي وقعت منذ عام 2003، وهو ما بات شرطا إضافيا للمتظاهرين. هم كلوا بالهم أن القمع هو ينهي التظاهرات، لا بالعكس، القمع زاد التظاهرات لأن الناس يعني ملت. الناس بعد يقول لك المرة هاي الفرصة إذا انتهيها بعد جوز تعبر علينا، وإن شاء الله هسه الأبطال الحمد لله جاي نشوف تزايد. وتجري داخل الأروقة السياسية في ظل اجتماعات مكثفة لقادة الصف السياسي الأول إعادة البحث في خيارات أخرى ربما تقود إلى التوجه لإجراء انتخابات مبكرة. فراس الدليمي، قناة الفلوجة، بغداد.